بسم الله محكمة الدرجة الكوبات إذا ماذا قلب كسيدة واحد يكون واقيسا قوانك الدعوة رقابات كيلوها استئذي سنة دبل حوق توني أفر كن بقول صدا إشان عبد واحد أحمد فارح لواتني أفر جرأة إن حاو عمر محمود كل شيء دجن متبان كاسو حفيز كحري لعلنت إذا ماذا قلب كسيدة كسو إذي إن أصيب برير أودلي مرحوم سيدة حرق لحوق تواني أفر كن لح بقول تدواتن إلاوة محمود سعيد نور صدن إسداد جرأها إن فاضم حاشي وهلية كورد شايد دقنات دو سمرهب كاسو كتير سناجري إذا ماذا حوق دالك الصوماليات قيب تلواتن إكوات تاريخ دو مركا إهيد سيدة حد بيش الله ويتوانات لوضكن سقالي توانكا أبار سقال ساعة أفرتن إسيدة قلب نمو دوت دير كدب محكمة دو مركا إرقتي إيد حفيز كحريرالين وسو قدبيي ايه كحسنات آيات بقول تدواتن اسديدة سورة البقرة قد بدا بقول سياشن افر اسلاش بيس بقول سياشن اشان حارك عقابت اذا ماذا قلبك السيدة افر بقول صدني افر حارك عقابت صوماليات مركا يدقي ستي قرالك اذا يسان الدبل حوق التوني افر كن بقول صدني اشان عبد واحد احمد فارح او كهر عدي قرصورك إن أود لي مرحوم سيدا حرق لحوق محمود سعيد نور كونا دفت شم بالوت أساقو أذيك سنة يقرأ آكي فودي سبن أه مركا يدقي ستي مرقاتياش اللهور كياني محكمة دا مد مدني أي أوي دي سي مرق فركو دا وحاي محكمة دا كهور عديين إن أيقو كميد أه إلا لدى تلياه قوتا دا سيدا حي طوانات إيو إلا لدى قريقا تلياه قيب تلواتني كهوات waxa ay si isku mid ah u sheegeen ayaga oo jiifa qol ka mid ah qololka guriga taliyaha qaybta 21aad ay maqleen xabada guriga ka dhaxdhacaayo oo si daran doori ah loo ridaayo markay soo baxeen ay arkeen meedka marxuum maxamuud saciid nuur yaala barandada guriga iyo dable xoog cad waahid ahmed faarax oo si baxsanaya kana si baxay guriga sidaasna ay ku soo qabteen eedaysanaha sare ku xusan markay aragtay dambi muujinta qori AK-47 ah ee uu dilka ku geystay eedaysanaha sare ku xusan 15 fooq oo ah xabadihii uu ku dilay marxuumka sare ku xusan sawirka marxuumka iyo warqada dhimashada dhaqtarka markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xar ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxa u cadaatay إن دنبيل الدبل حوق أفر إتوانكم بقول صدن إشان عد واحد أحمد فارح أويه دنبيل قال دنبيل الوسو أوغي وحاين محكمة كوحو كنت ديل طوغ شاء عدي أكوغ نعسلين حكم محمد وحا أفر رعفان وبالله توفيق.